بيبقى في كل بستم سهم، السهم ده بيبقى من ناحية تروس الوقت، تروس التقسيمة من قدام، بيكون البستم الجزئية دي رفيعة ومن هنا ايه عريضة شوية، من هنا عريضة شوية ومن هنا رفيعة شوية، عشان تدينا قصاد الرشاش الجاز بيدينا هنا على غرفة الحريق، بيتقسم دفعة الجاز كلها على الهرم ده. نلف كده بص، السهم